الطالبات والطلاب الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وسأكون معكم في الجلسة 10، وهي الجلسة الأخيرة المخصصة للقسم النظري، وهي حول بحث الحلقات بجزئه الثالث حول الأعداد الأولية وثنائية بيزو ومبرهنة جاوس. سأحاول أن أتبع الخطوات التالية في المحاضرة: الأعداد الأولية، مبرهنة جاوس، إجرائية أو خوارزمية أكليدس الموسعة، والحقول. وعندما أنتهي من الحقول فينتهي المقرر بجزئه النظري، وستكونون جاهزون للبدء بمقرر الجبر الخطي إن شاء الله. الأعداد الأولية، بذكر بالأعداد الأولية. الأعداد الأولية هي أعداد القاسم المشترك الأكبر لها، أو القاسم المشترك لكل هذه الأعداد هو العدد واحد. فمثلا نقول عن الأعداد أنها أولية، مثلا X1 X2 X3 أنها أولية فيما بينها إذا كان الجي سي دي، وهو المقصود به القاسم المشترك الأكبر للأعداد لهذا، هو الواحد. الأعداد الصحيحة تكون أولية فيما بينها مثنى إذا كان كل عددين من هذه الأعداد أوليان فيما بينهما. يعني خلينا نفهم بمثال هذا الكلام. لما بقول الأعداد 3 و6 و7، القاسم مجموعة قواسم 3 هي 1 و3، شايفين 1 و3. قواسم 4، طبعا أنا عم بحكي عن الأعداد الصحيحة الموجبة، ما في داعي أخذ السالبة لأنه أنا عم باخذ أكبر قاسم، هو عبارة عن 1 2 3 و6، والعدد يقسم نفسه. الكيو 7 هي عبارة عن 1 و7. إذا أخذت تقاطع هالمجموعات الثلاثة رح أحصل على تقاطع كيو 1 وكيو 2 وكيو 7، هون 7 كيو 3 كيو 6 وكيو 7 رح يكون هو عبارة عن العدد 1. إذا هالأعداد الثلاثة أولية فيما بينها، ولكن لاحظوا كيو 3 تقاطع كيو 6 هو ماله بس الواحد، هو عبارة عن 1 و3، وبالتالي العددان 3 و6 مالهم أوليان. 6 و7 أوليان و3 و7 أوليان، ولكن 3 و6 ليسا أوليان. إذا أستطيع أن أستخلص النتيجة التالية: إذا كانت الأعداد X1 لXN أولية فيما بينها مثنى، فإنها أولية، ولكن العكس غير صحيح. طبعا نسمي D هو القاسم المشترك الأكبر لها الأعداد، وM هو المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد، ونفس الخواص اللي حققها بالحصة السابقة هي أعممها على حالة أكثر من عدد. هلأ سأستخدم مبرهنة بيزو، وهذه الخاصة الهامة جدا. عندي مبرهنة بيزو شو بتقول؟ بتقول إذا كان عندي عددين A و B، إن التكافؤ التالي محقق، العددين هذول صحيحين. إذا كان القاسم المشترك الأكبر لها العددين A و B هو عبارة عن الواحد، فإنه يوجد ثنائية وليست وحيدة، يوجد على الأقل ثنائية U و V من Z تحقق ما يلي: AU زائد B بV تساوي للواحد. هلأ يمكن تعميم هذه النظرية لما بيكونوا العددين مالهم أوليين والقاسم المشترك الأكبر لهم 2، في نلاقي كمان ثنائية بتحقق لـ ABU بيساوي لدلتا، عفوا ABU زائد BBV بتساوي للقاسم المشترك الأكبر لهذين العددين. رح فرجيكم هذا النص، أنا حطيته على السلايدات، رح فرجيكم بسلايد آخر وكاتبة فيه خطوات الإجرائية، كيف نحن بنعمل إجرائية أكليدس لإيجاد ثنائية بيزو لإيجاد الـ U والـ V بشكل مفصل، وكاتبته بشكله العام. إذا لنرى معا نص المبرهن العام هو التالي: عم بيقول عندي عددين A و B من Z، أحدهما على الأقل غير معدوم. القاسم المشترك الأكبر مو شرط لأنه واحد، ممكن يكون واحد، ممكن يكون دلتا عدد تاني. عندئذ في عندي هاي الثنائية محققة، بتحقق إنه فيني لاقي ثنائية U و V بنسميها أمثال بيزو U و V، بيحققوا إنه A ب U زائد B ب V بتساوي للدلتا اللي هو القاسم المشترك الأكبر لهدول العددين. هاي الثنائية هي ثنائية أكيد مانا وحيدة. ليش؟ عم بيقول لك إذا أخذت هالعدد U وضفت له أي مضاعف للبي
والعدد في وضفت له اي مضاعف، راحت منه اي مضاعف للاي، راح احصل على ثنائيه جديده بهالشكل، يو فتحه اي زائد في فتحه بي بتساوي للقاسم المشترك الاكبر لهدول العددين، لانه انا يو هي صارت يو فتحه ناقص ام بي. اذا شوفوا عندي انا هون اذا حطيت محل اليو، يو فتحه ناقص ام بي زائد بي بفي فتحه زائد ان بA، شو راح احصل هون؟ بضل الدلتا القاسم المشترك، واحصل على A يو فتحه زائد B بفي فتحه، ولكن هذا الحد مع ال A هون ان A بB بيختصروا مع بعض وبيبقى عندي فقط دلتا. اذا حصلت على ثنائيه جديده، هون كان عندي A يو وفي، هون حصلت على يو فتحه وفي فتحه. هلا بنشوفها بالتطبيقات انه نحن في نطلع اكثر من حل لهالمعادله هي. كيف بدي استخدم خوارزميه اقليدس بايجاد امثال يو الاي والبي بهالمعادله؟ اذا انا عندي مجاهيل هن يو في، كيف بدي طلعهم وعندي الاي والبي هن الامثال بيزو اللي هن العددين الاوليين او لهم الطرف الثاني هو اما واحد اذا كانوا اوليين واما القاسم المشترك الاكبر لهما اذا لم يكونا اوليين. فاما الخوارزميه بتتذكروا هي بتعتمد على ايجاد البواقي، بعتبر انه الباقي الاول هو بي، طبعا البي هو اكبر من اي، اكيد اكبر من اي، الثاني هو اي، شايفين؟ طبعا بعتبر اذا بدكم تعتبروا دائما اعتبروا بدكم تنتبهوا حسب وين بتحطوا البي قدام الاي، يعني العدد الكبير هو قدام اليو ولا قدام البي، لانه بيصير في تعديل بالشروط الابتدائيه. هلا بنشوفها. ار 3 هو عباره عن باقي قسمه بي على اي، يعني ار 3 مين هو؟ هو عباره بي ناقص كيو بي اي. شايفين؟ الار 3 هذا مين هو؟ هو عباره عن ار 1 ناقص كيو بمين؟ بآر 2، لأنه بهالشكل هذا. طب أنا إذا عوضت، شايفين عوضت محل آر 1 بما تساويها في العلاقة، راح ضل أحصل على نفس الشيء، على معادلة بهالشكل هذا. شايفين؟ إذا أنا حطيت هون، إذا صار عندي آر 1 اللي هو مين؟ آر 1 اللي هو عبارة عن في واحد، شوفوا شو عندي، انا عندي ار واحد اللي هو عباره عن البي بيساوي لفي، طبعا انا حطيت في واحد بتساوي واحد وفي اثنين هي الصفر، شايفين؟ هي الصفر. وحطيت يو واحد اللي هي امثال الاي العدد الصغير صفر ويو اثنين هي واحد، فانا بهالحاله ار واحد هي بي، فبتساوي لفي واحد ببي، لانه في واحد هي عباره عن واحد زائد يو واحد اللي هي صفر بي اي، اذا هي بي بتضل بي. شايفين؟ و R2 هي عبارة عن V2 بB لأنه V2 صفر زائد U2 بA لأنه U2 هو الواحد. إذا بهالحالة حط Q هو ناتج قسمة R1 على R2، شايفين هذا هو؟ شايفين؟ إذا هو باقي قسمة R1 على R2 بهالشكل هو Q، والباقي القسمة يكون هو R3. فبيطلع معي انه ار 3 يكتب كمان هو في 3 ب في زائد يو 3 ب اي، تمام؟ فانا فيني استنتج وبحصل بتكرر العمليه السابقه حتى اوصل لمكان بيصير فيه الار ان زائد 1 هو عباره عن الصفر، بيكون القاسم المشترك الاكبر هو الار ان. بسطر هالار ان راح احصل على اليو ان والفي ان. انا اذا بكرر هالعمليه راح شوف انه يو كي، يو كي شايفينه؟ UK يكتب بهالشكل. كيف يكتب؟ هو عبارة عن مين؟ عن UK ناقص أو UK زائد واحد، يكتب عبارة عن UK ناقص واحد ناقص Q ناقص Q بUK، ونفس الشيء بالنسبة لفي. هلأ بنشوف نحن كيف بدنا نطبق هالمعادلات هاي. شايفين؟ إذا معادلات تدريجية أو متتاليات تدريجية للبواقي وللأمثال ليو ولفي بإيجاد أمثال بيزو لإحدى المعادلات أو إحدى المساواة اللي موجودة معي بواسطة القاسم المشترك الأكبر لعددين. كبرت شوي الجدول مشان تشوفوه. فأنا بدي أحسب القاسم المشترك الأكبر لهالعددين 58 و 18، وبدي أعين أمثال ثنائية بيزو اللي هي 18 يو زائد 58 في.
بهالشكل بتساوي للقاسم المشترك الأكبر لها العددين هدول 52 و 18. تمام، صغر شوي. إذا نحط هالعمود، إذا R1 هو 58، R2 هو 18، R3 هو باقي قسم 18 على 58، النتيجة هي 3 هذا كيو 2 لأنه أنا بالسطر الثاني، ناتج القسمة، وباقي القسمة هو 4 هو بيكون R3. قسم 18 على 4 بيطلع النتيجة 4 والباقي هو 2، بحط 2 هون. قسم 4 على 2 نتيجة 2 والباقي 0، إذا القاسم المشترك الأكبر لها العددين هو 2، معناته هون بدي أحط بيساوي ل2. وصرت بدي حل هالمعادلة 18 يو زائد 58 في بتساوي ل2. بسطر الـ R1 بحط قيم الابتدائية للـ V1 والـ U1. V1 هي أمثال الكبير فبحط عندها 1. إذا كانت الـ U هي المضروبة بـ 58 بحط U1 1. ولكن أنا هون حطيت V مضروبة بـ 58 فـ V1 هي 1، V 0، V2 هي 0. U1 0 و U2 هي 1. برجع هلا بدي احسب U3. U3 انا قلت لكم في عندي معادلة تكرارية هي بهالشكل، هي عبارة عن U1 ناقص Q2 بU2. U1 مين هي؟ هي 0 ناقص Q2 3 بU2 بالواحد، اذا هي ناقص 3 بجيبها لهون حطيتها هون. بعدين عندي V2، V3 نفس الشيء، V3، V3 كيف بدي طلعها؟ هي عبارة عن V1 ناقص Q2 بV2، V2 هي صفر راح هذا الحد بقي عندي 1، إذا هي 1 جبتها لهون. هلا بدي أحسب السطر الرابع، لأنه أنا بدي أوصل على محاذاة السطر الرابع، على السطر الرابع على محاذاة القاسم المشترك الأكبر لها العددين اللي هو 2. ففي 4، مين هي في 4؟ هي عبارة عن V2 ناقص Q3 بV3. تمام، V2 مين هي؟ V2 هي 0، إذا 0 ناقص Q3 4 ضرب 1 بتساوي لناقص 4، هيك طلعت. الـ U4 هي عبارة عن U2 ناقص Q3 بU3. الـ U2 هي 1 ناقص 4 بناقص 3 بتساوي 12 زائد 1 13، وهي هي. إذا أمثال هالمعادلة اللي بيحققوا هالمعادلة هنن 58 مضروبة بناقص 4 وال 18 مضروبة ب 13، وبيطلع معي النتيجة هي 2، وبإمكانكم تحققوا من هذا الشيء بأنفسكم. إذا هي إجرائية أقليدس الموسعة لإيجاد حلول هالمعادلات من النوع AX زائد BY تساوي للقاسم المشترك الأكبر للعددين A و Y. في أمثلة هون الحل بالنظري، أمثلة بكفي هذا المثال من الحصص العملية، بنتابع بحل معادلات من هالنوع. هلأ لنحكي عن الأعداد الأولية لأنها كتير هامة، الأعداد الأولية، ورح نحكي عن مبرهنة هامة جدا. طبعا كل هدول لأنه بفيدوكم بالحساب، بفيدوكم بالخوارزميات، بفيدوكم كطلاب معلوماتية، الأعداد الأولية، ثنائية بيزو، التقايس، كل هاي مهمة لإلكم رح تشوفوها بعدين، هي مفاهيم جدا هامة بالنسبة لطلاب المعلوماتية. فأنا عندي هون عم بيقول إذا كانت بي عدد أولي وإن عدد من زد، فإما بي يقسم إن أو يكون القاسم المشترك الأكبر لها العددين هو 1. بي أولي شو يعني بي أولي؟ يعني يقبل القسمة على نفسه وعلى 1. نرمز لمجموعة الأعداد الأولية في بي كبيرة. بي أولي معناتها قواسم بي هي فقط 1 وبي نفسه، هالعدد نفسه. هلا إذا كانت، إذا أخذت أي عدد إن مهما يكون إن من زد وبي هو من أعداد الأولية، فأنا في عندي حالتين، يا إما N يساوي لـ KP وبهالحالة هو مضاعف لـ N، يعني عندي صار P يقسم الـ N، يا إما N ليس مضاعفا لـ P. طيب إذا ما أنا مضاعف لـ P لا يمكن يكون في قاسم مشترك بيناتهم. ليش؟ لأنه لنفترض إذا ما أنا مضاعف لـ P ما
معناتها عندي أنا هون لا يمكن بي يقسم، ما في قاسم مشترك. إذا مفترض أن القاسم المشترك الأكبر لها العددين N و P هو دلتا، ودلتا لا يساوي P ولا يساوي 1. هذا مستحيل، لأنه لا يمكن يكون حسب تعريف العدد الأولي لا يمكن يكون له قواسم غير نفسه والواحد. إذا القاسم المشترك الأكبر لها العددين هو عبارة عن 1، لأنه قواسم الـ P هي فقط 1 و P. فإذا P لا يقسم N معناته لا يمكن يكون في قواسم مشتركة إلا الواحد. هلأ هاي المبرهنة جدا هامة واسمها مبرهنة جاوس. إذا نحن راح نشوفه هون كاتب بشكلها. إذا كان عندي ثلاث أعداد A و B و N، طبعا أعداد منفصلة، يعني A القاسم المشترك الأكبر ل GCD لل A وال B هو واحد أوليا فيما بينهما. فعندئذ إذا كان يعني القاسم المشترك هو واحد، فعندئذ إذا كان A يقسم B ب N فهذا يعني إنه A يقسم ال N. A يقسم ال N. تمام. فأنا بهالحالة بدي أثبت هي الخاصة. شو بستخدم؟ بستخدم جرائية إقليدس الموسعة، أو بستخدم مبرهنة بيزو. شو بتقلي مبرهنة بيزو؟ إذا كان عندي عددين، فأنا أي عددين A و B مهما يكون A و B من Z، ففيني ألاقي ثنائية U V يوجد U و V، بحيث شو يكون عندي أنا؟ بحيث إنه A ب U زائد B ب V بتساوي للقاسم المشترك الأكبر لها العددين. طيب هن أوليين معناتها واحد. تمام. بضرب طرفي المعادلة ب N. شو صار عندي أنا؟ بضربها ب N، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي A ب U ب N زائد B ب V ب N بتساوي ال N. صار عندي N، شايفين؟ ب A ب N U زائد N V ب A U زائد B ب V بتساوي ال N. هلا نشوف شو بيساوي، شو بيعطينا، لوين بتودي. حطيت صفحة بيضاء مشان يبين معي. هلا بدي ارجع على الشرط، انا نسيت هون بس في خطوة تسرعت فيها شوي، رح عيدها. اذا ضربت ب N، ضربت ب N. اوكي تمام. شو عندي انا؟ عندي انا هون انه عندي ال A يقسم B ب N. وين B ب N؟ هي هي. اذا ال A، ثواني بس نمسح. إذا عندي نفترض إنه A يقسم B ب N، معناتها B ب N كيف بينكتب؟ بينكتب لحاصل ضرب عدد ب A K ب N. بعوض، وين بدي أعوض؟ بدي أعوض محل ال B. تمام. إذا A B U ب N زائد A، شايفين؟ ب K ب V ب N. شو بيساوي؟ بيساوي ل N. تمام. طلع هال A لبرا، شو بيطلع معي؟ بيطلع انه عندي A، شايفين A عامل مشترك. طلع ال A عامل مشترك. اذا A ب U ب N، شايفين، زائد A ب K. هون ما بدنا N لانه ب N بتساوي ل K ب A، فاذا نحذف ال N اللي هون. شو طلع معي؟ طلع معي انه A طلع عامل مشترك A، شايفين، ب N U زائد K V، شايفين، يساوي ل N. شو معناها؟ أي أن A
يقسم n. شايفين هذا عدد صحيح، أي أن a يقسم n، أي أن n يقبل القسمة على a. إذن هذا الاقتضاء صار صحيح. رحيد. إذن أنا عندي القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو واحد، وعندي بالفرض هدول الفرضيات، هذا الفرض تبعي، هاد وهاد. إذن رح ركزهم. القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو واحد، معناتها a يقسم وa يقسم الجداء b ب n. طيب إذا a يقسم الجداء b ب n، معناتها b ب n هو من مضاعفات ال a. هيك هون كتبنا. أنا بعرف بدي أثبت هذا الطلب تبعي. عم بيقول لي أنا بعرف من مبرهنة بيزو إنه إذا كان عندي أوليين فيما بينهما ففيني أوجد هاي العلاقة a ب u زائد b ب v بتساوي واحد. بضرب ب n طرفي العلاقة، ما بيتغير شيء، بيصير عندي a ب u ضرب n بتساوي ل b ب v ب n. طيب فيني حط هال n بالأول إذا بتحبوا مثلا بهالشكل، شوفوا كيف، إنه مشان تكون الكتابة أوضح رح احذف هدول السطرين وارجع اكتبهم بشكل واضح منشان يبين لكم الكتابه وما يكون في اي لبس بالنسبه لكم. اذا نحط n ب u زائد n ب b ب v، تمام بهالشكل. وهون n ب a. انا بعرف انه ال n ب b تقبل القسمه على k، معناتها فيني اعوض محل n ب b ب k ب a. معناتها شو صار عندي؟ انا صار عندي n ب a، طلع الالي برا، n ب u زائد بهالشكل زائد k ب a او a ب k ب v. شو بتساوي؟ بتساوي لل n، لل n. بشكل انضاف، تمام. برجع لهون، شو بيصير عندي انا؟ طلع عامل مشترك هو الـ A، بيطلع لبرا، بيصير عندي N بـ U زائد K بـ V بتساوي N. هذا هو عدد صحيح، معناتها عندي انا K فتحة بـ A بتساوي لـ N، معناتها شو عندي؟ يعني A تقسم الـ N. هاي المبرهنة إذا ما كانوا العددين A و B أوليين فيما بينهما مانا صحيحة، ولازم ننتبه عليها. يعني أنا إذا كان عندي عدد يقسم جداء عددين بالحالة العامة مو شرط يقسم واحد منهم. فخلينا نشوف كمثال. عندي أنا العدد 12 يقسم العشرة يقسم 60، اللي هي عبارة عن 10 ضرب 6. شايفين؟ 12 لا يقسم الستة، والاثناش لا يقسم العشرة، إذا ما بيقسم حتى العشرة. شايفين؟ إذا هاي القضية ليست صحيحة في إذا كان واحد منهم هو بده يكون أولي مع المقسوم عليه. بدنا ننتبه بالحالة العامة ليست صحيحة هذه المبرهنة. هاي بنسميها مبرهنة جاوس، وهي مبرهنة جدا هامة بإثبات التمارين مثل ما شفنا. هلا تطبيق على مبرهنة إقليدس، حطيت هالتدريب هذا على مبرهنة جاوس، عفوا. عندي الأعداد A1 A2 A3 حتى AN أعداد أولية، يعني كل واحد منهم لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. عم بيقول إذا كان P يقسم هالجداء، P هو عدد أولي آخر لنقول، يقسم جداء هالأعداد الأولية A2 و AN. يعني مثلا خلينا مثلا ناخذ كأمثلة مثلا 1 و 3 و 5 و 7 و 13، وفي عندي P يقسم هالجداء P. إذا كان في عدد أولي يقسم هالجداء، فعم بيقول لي إجباري هالعدد P هو واحد من هدول. 1 2 3 4 5 6 هو واحد من هالستة. يعني الـ P هو إما 1 وإما 3 وإما 5 وإما 7 وإما 13. ليش؟ هلا الاثبات هون بهذا الاثبات رح نستخدم مبرهنة جاوس، ورح نستخدم الاثبات بالتدريج. بحالة إذا كان عندي عدد صحيح، فأنا عندي P يقسم A واحد مثلا. طب A واحد أولي و P أولي، وهذا يقسمه، معناته يا أما اثنيناتهم واحد
شايفين ان بي يساوي اي واحد لانه اوليان. هلا نفترض ان القضيه صحيحه لاجل ان ونسبتها لاجل ان زائد واحد، يعني عندي انا بي يقسم هالاعداد اي واحد اي اثنين ب اي ان زائد ب اي ان ب اي ان زائد واحد. شوفوا وبدي اثبت انه بي هي اعداد طبيعيه ليست اوليه. لحظه شوي، عفوا بعتذر. اذا الاعداد بنفس المبرهنه، لانه بتصير اكيده هي بنفس المبرهنه انه هي مو بالضروره اعداد اوليه، ليست بالضروره اعداد اوليه. اذا اي واحد، اعيد اي واحد، فقط اخطات بالقرايه، الخط كثير ناعم ولذلك انا بفضل كبر الخط. اذا هون ثواني بس خلوني اكبره شوي الصفحه. تمام اي تمام اوكي انا اسفه. بس اذا صار نص المبرهنه عندي اعداد طبيعيه، اعداد طبيعيه اي واحد اي اثنين لا اي ان ناقص واحد اي ان، يعني عندي ان عدد طبيعي ما ممكن يكون اولي ممكن لا. عم بيقول لي بي يقسم الجداء، اذا بي يقسم الجداء، يقسم اي واحد اي اثنين اي ثلاثة لحد اي ان. انا كنت عم حل تمرين ثاني اثبت انه اذا كان يقسم الجداء فانه يقسم هذه الاعداد على الاقل، يعني بي يقسم واحد منهم على الاقل، ممكن يقسم واحد ممكن يقسم اكثر من واحد. هلا اذا كانت حاله ان تساوي واحد، ان تساوي واحد معناته انا ما عندي الا عدد واحد، معناته اكيد بي بما انه يقسم الجداء فما عندي غير جداء من عدد واحد، اذا هو يقسم اي واحد وضوحا. هلا انا بفترض انه هالقضيه صحيحه انه بي يقسم اي واحد اي اثنين حتى اي ان. تمام هاي الفرضيه التدريج، فانا بدي اشوف لما اي واحد باخذ الجداء اي واحد اي اثنين باخذ ان زائد واحد عددا وبضربهم ببعض وبقول انه بي يقسم هذا الجداء. طيب إذا يقسم هذا الجداء شو بيصير عندي؟ في عندي حالة يا إما بعتبر هذا كله عدد، هذا كله عدد طبيعي، بعتبر في عندي حالتين، يا إما بي يقسم اي ان زائد واحد تمام لأنه هو عدد أولي وتكون القضية صحيحة، أو بي يقسم اي ان اي واحد ب اي ان زائد واحد. أنا بعرف حسب الخواص اللي أخذته، رح أرجع على الخاصة اللي أنا استخدمتها. إذا كان عندي عدد أولي يقسم عددين، تتذكروها كانت A B، فهو إما يقسم الـ A إما يقسم الـ B. شفناها لهيك. إذا بهالحالة B إما يقسم A N زائد واحد وإما يقسم هذا العدد المكون من جداءات هذه الأعداد. إذا كان يقسم A N زائد واحد، القضية صحيحة. وإذا كان يقسم هالجداء هذا فحسب فرض التدريج صحيحة، أي أن القضية صحيحة بحسب مبدأ الاستقراء الرياضي أو مبدأ الإثبات بالتدريج. إذا هذا عبارة عن مبرهنة وبنفس الوقت أخذته بشكل تدريج. إذا هون استخدمنا طبقنا إنه إذا كان لا يقسم، هلا إذا كان يقسم أي إن زائد واحد مش الحال. إذا كان لا يقسم أي إن زائد واحد فهو أولي، فهما أوليان فيما بينهما. معناتها حسب مبرهنة جاوس فهو يقسم الجداء، يقسم أي واحد بأي اثنين بأي إن. حسب مبرهنة جاوس بنطبق فرض التدريج فبيكون هو بما إنه هي صحيحة من أجل إن فهو يقسم أحد الأعداد من واحد على إن، وبالتالي القضية صحيحة من أجل n زائد واحد أيضا. إذا أنا هون استخدمت طبقت مبرهنة جاوس. نعتذر عن اللبس اللي صار بالتمرين. هلا
في عندي كمان انه انا في شغله بتعرفوا انتم ما راح اوقف عندها كثير، اللي هي تحليل عدد لعوامله الاوليه، ولكن بدي استفيد من هالتحليل في ايجاد القاسم المشترك الاكبر لعددين والمضاعف المشترك الاصغر لعددين. انا عندي عدد اولي فبحوله لجذاع عوامله الاوليه. خلينا نشوف مثلا العددين 100 والعدد 75، فانا عندي هذا العدد، هاي المبرهنة بتقلي إنه القاسم المشترك الأكبر باخذ لجذاع العوامل الأولية بأصغر قوة، والمضاعف المشترك الأكبر الأصغر باخذ لجذاع العوامل الأولية بأكبر قوة، فبحط عوامل مشترك. 75 فيني أكتبه لثلاثة ضرب 25. 25 بتتحلى لجذاع عاملين أوليين هم 5 للتربيع، 3 ب5 للتربيع. تمام. 100 يكتب بالشكل التالي، هو عبارة عن 10 للتربيع، يعني هو عبارة عن 2 للتربيع ب5 للتربيع، ورح أترك بيناتهم فراغ مقصود. شو بساوي؟ هون فيني دخل 2 للقوة 0 هي 1، وهون فيني دخل 3 للقوة 0 هي 1، ما بتغير شيء. فبيقول لي القاسم المشترك الأكبر لهالأعداد هذول باخذ العوامل الأسس المشتركة هي 75 و100، باخذهم بالشكل التالي، هو 2 بأصغر أس يعني القوة 0، 3 بأصغر أس هو كمان 0، والخمسة بأصغر أس هي 2 لأنه موجودة 5 للتربيع، 5 للتربيع، إذا هذا 25، القاسم المشترك الأكبر لهالعددين، وهذا الكلام صحيح. المضاعف المشترك الأصغر لهالعددين هو عبارة باخذ العوامل الأساسية ولكن بأكبر أس، إذا 2 ب3 ب5، 2 هون 0 وهون 2 باخذ 2، 3 هون 0 وهون 1 باخذ 3، 5 2، إذا هو عبارة عن قديش؟ 4 ب25، 100 ب3 300، إذا المضاعف المشترك الأصغر لهالعددين هو عبارة عن العدد 300. هلا رح نحكي عن اذا هون لحديت هون بنوقف، بنكون انهينا بحث الحلقات والحساب في الحلقات. اذا في عندي باخر الحصه رح ارجع عيد هذا التمرين اللي حصل فيه شويه لبس، لاني يبدو اني شردت شوي فبعتذر، بنعيده باخر الحصه بشكل متواصل. هلا ما هي الحقول؟ تتذكروا انه نحن كنا عرفنا البنية اللي هي حلقة، وكنا عرفنا عليها قانوني تشكيل داخليين هن الجمعي والضربي. كان عندي الصفر هو حيادي الجمعي والواحد هو حيادي الضربي، وكان عندي الحلقة بتحقق شروط انه A زائد هي زمرة تبديلية، ولكن A فرق الصفر مع القانون الضربي لم تكن زمرة بالضرورة. زمرة بالضرورة. هلأ لما بتصير زمرة بنسميها نحن حقل، إن لما بتصير A مع القانون الثاني هي زمرة بنسميها حقل. فمثلا نقول أن البنية المزودة بقانوني تشكيل داخليين الجمعي والضربي هي حقل إذا وفرت، إذا كانت حلقة، وإذا كان لكل عنصر غير معدوم من K له مقلوب. تمام؟ ولذلك انا بستنتج انه زد مع مجموعه الاعداد الصحيحه مع القانون الجمع والضرب ليست حقلا، بينما كيو مع عمليه الجمع والضرب هي حقل. هلا كل هدول حقول، ار مع عمليه الجمع والضرب هي حقل، وسي مع مجموعه الضرب والجمع هي حقل. اذا هدول الثلاث بنى هن الحقول، ولذلك نحن دائما كنا نستخدم حلقة الأعداد الصحيحة ومنقول حقل الأعداد الحقيقية وحقل الأعداد العقدية وحقل الأعداد العادية. إذا بينما لزد ما منقول عنا
انه هي عبارة عن حقل، وانما هي حلقة، بنقول حلقة الاعداد الصحيحة وحقل الاعداد الحقيقية. اذا بهالحالة لما انا بيكون عندي حقل، فبصير مجموعة العناصر القلوبة هي زمرة تبتيلية، وبصير هالكي يساوي لمجموعة العناصر القلوبة في كي نجمة. شايفين هو هذا الحقل هو بصير هو زمرة تبديلية، وبصير هو لكي فرق الصفر. شايفين هو حقل الأعداد، بتصير هي حلقة، هالكي فرق الصفر بتصير عبارة عن زمرة بالنسبة لعملية، بالنسبة للقانون الضربي. لما بيكون الضرب عملية تبديلية بنقول حقل تبديلي. الحقول التبديلية مثل ما قلنا حقل الأعداد العادية، حقل الأعداد الحقيقية، وحقل الأعداد العقدية. إذا زد ليست حقلا لأنه ما عندي عناصر قابلة للقلب فيها إلا ناقص واحد والواحد. أوكي. هلأ بالحقول صار قانون الاختزال محقق. تذكروا أنا كان قانون الاختزال في الحلقات، في الحلقات التامة فقط، في الحلقات التامة فقط الاختصار محقق، الاختزال مسموح، بينما بالحلقات غير التامة ما كان فيني اختزل. هلأ بالحقول صار قانون الاختزال محقق، لأنه إذا كان A لا يساوي الصفر فأنا له مقلوب، صار كل عنصر من الحقل له مقلوب. إذا صار فيني شكل A من اليسار مع نظيره بالإكس، وبستفيد من الخاصة التجميعية بتساوي لنظير A ضرب A والكل ضرب Y. هاد مع نظيره هو عبارة عن الواحد أو حيادي الضرب يساوي لواحد ضرب Y، ومنه واحد تشكيله الحيادي مع X يساوي لX، والحيادي مع Y يساوي لY. إذا أنا بقدر اختزل على في الحقول على الأعداد غير شو؟ على الأعداد غير الصفرية. إذا بزد بختزل لأنه هي حلقة تامة، تمام؟ إذا بزد أنا بقدر أقول 3N تساوي ل3Y، لأنه أنا بقدر عفوا ايه ل3 واي هذا بيساوي لانه 3 بي ان ناقص واي يساوي للصفر، لانه الحلقه الثانيه، مو لانه بقدر اقسم، ما فيني اضرب بثلث لانه هذا الثلث ما له موجود بزد، ولكن هون بقول يا اما 3 تساوي للصفر وهذا مستحيل لانه الحلقه زد هي حلقه تامه، او ان تساوي لواي وهذا اكيد لانه انا بحلقات تامه فلازم يكون هو صفر، يعني n تساوي لواي. اذا بدي انتبه على كيفيه الاختزال بين الحلقات وبين الحقول. طبعا الحقول الجزئيه مثل اي شيء، انه نحن عندي كيف بفتحه هو عباره عن مجموعه غير تافهه، يعني ليست خاليه، لا تساوي خاليه، ومحتويات في الحقل ك. عندئذ كي فتحة هي حقل جزئي من كي إذا وفقط إذا تحققت الشروط التالية. كي فتحة هي حلقة جزئية من الحلقة كي، وكي فتحة بتساوي لمجموعة العناصر القابلة للقلب فيها، يعني كل عنصر من كي فتحة قابل للقلب وموجود ضمنه. نفس الشيء تشاكل الحقول هو تشاكل الحلقات، يعني أنا لأنه عندي نفس البنيتين ف fx زائد y هو عبارة عن fx زائد f الy. نفس الشيء fx by هو صورة x بصورة y. طبعا عم بحكي عن قوانين خاصة. إذا كان تقابل فبنقول عنه أنه هو تشاكل تقابلي. بالحقول صار مسموح اكتب هي الكتابة، شايفين؟ صار مسموح اكتب انه انا مجموع x هو i، شايفين؟ من i تساوي 1 حتى n، كانت تتذكروا هو عبارة عن بالحلقات ما فيني اكتبها، هو عبارة عن 1 x هو n زائد 1 على 1 ناقص x، لأنه مو كل العناصر لها مقلوب، فهذا شو بيساوي؟ بيساوي لواحد ناقص x بمقلوب هذا العدد، بشرط طبعا x لا تساوي واحد،
ب1 ناقص اكس كو ان زائد 1، لانه صار لي كل عنصر مقلوب فصار مسموح لي هي الكتابه. شايفين؟ اذا انا بقدر اكتب هذا الشيء لانه له مقلوب في كي، لانه كل عنصر لا يساوي الصفر له مقلوب. اذا 1 ناقص اكس، اذا اكس لا تساوي 1 معناتها هذا مختلف عن الصفر، اذا له مقلوب. ولما بكون انا عم بحط نفس العدد، مثلا هو الواحده هو الحيادي بالنسبه للضرب، فانا بكون عم باخذ 1 اس اي من اي تساوي 1 حتى الان من صفر، فانا بكون عم بجمع الواحد لنفسه او عم شكل الواحد لنفسه ان زائد 1 مره، وبيساوي لان زائد 1 مع الحيادي اللي هو ان زائد 1، هذا الحيادي الضربي. اذا نحن هيك نظري بنكون انهينا، هي اخر جلسة للنظري. هلا رح حل تمرينين على الحقول وارجع عيد التمرين هذا اللي قلت لكم عنه انه هيك صار فيه لبس شوي لاني انا ما قريته مضبوط، بعتذر. بنحله بشكل متسلسل وبدون اي وقفة لاني مخ يعني حرام عيد الجلسة كرمال هالتمرين هذا. اوكي، رح نجيب مجموعة تمارين، حط مجموعة تمارين لكم عن الحقول مثلا. إذا هذا الملف من التمارين وهذا بتلاقوه بينزل على السيرفر عادة، بنزله طلاب كل سنة، فيه مجموعة من التمارين المحلولة، وهي التمارين فيها شيء نظري وفيها شيء حسابي. فمثلا هذا العدد عندي أعداد صحيحة A و B و C، أثبت إنه إذا كان A و B أوليان فيما بينهما فإن يعني القاسم المشترك الأكبر لألون هو عبارة عن 1، فإن القاسم المشترك الأكبر للأعداد A إذا ضربت الـ B بـ C هو نفسه القاسم المشترك الأكبر للعددين A و C. شايفين؟ إذا أنا عندي ثلاث أعداد الـ A والـ B هن الأوليان، يعني القاسم المشترك الأكبر للعددين هو عبارة عن 1، فبيصير القاسم المشترك للـ A و B و C، يعني إذا ضربت الـ B بـ C هو نفسه القاسم المشترك لـ A و C. هلأ شو بساوي أنا؟ بفترض انه دلتا هو القاسم المشترك الاكبر لمين؟ لا اذا رح اوضح، دلتا هو القاسم المشترك الاكبر للعددين A و B ضرب C، و D هو القاسم المشترك الاكبر ل A و C، معناتها دلتا يقسم B C و D يقسم C و D يقسم A. اذا دلتا شوفوا مين دلتا، دلتا يقسم دلتا يقسم A ودلتا أيضا يقسم B ضرب C. كمان الدلتا D هو يقسم A وD يقسم C لأنه قاسم مشترك للA والC. صار عندي D، شو صار عندي أنا؟ D يقسم الA. ليش D يقسم الA؟ لأنه هو قاسم مشترك لـ A و C. كمان D يقسم B بـ C. ليش؟ لأنه D هو قاسم لـ C، معناته هو يقسم مين؟ D يقسم B بـ C. طيب شو معناته هذا الكلام؟ معناته D أصغر أو يساوي دلتا، لأنه دلتا هو أكبر القواسم المشتركة للعددين B و C. إذا صار عندي بهالحالة من جهة D هو أصغر أو يساوي دلتا، وهي معادلة أولى. الشغلة الثانية اللي بدي اشوفها انه انا عندي القاسم المشترك لـ A و B هن الاوليان، معناتها حسب مبرهنة بيزو فيني اكتب ABU زائد BBV بتساوي للواحد. دلتا يقسم الـ A، دلتا يقسم الـ A، تمام. معناتها فيني اكتب A كحاصل ضرب دلتا بعدد صحيح اخر هو دلتا بKU زائد BBV يساوي للواحد. معناتها شو صار عندي؟ صار عندي القاسم المشترك هذا بعتبره لعدد، بعتبره ليو فتحة مثلا، عدد صحيح. صار عندي حسب مبرهنة بيزو كمان انه دلتا القاسم المشترك الأكبر للعددين دلتا وبي هو واحد. طيب أنا عندي، معناتها شو صار عندي؟ إذا
القاسم المشترك الأكبر لدلتا وبي هو الواحد. تمام. إذا دلتا يقسم بي، شايفين دلتا يقسم دلتا يقسم سي، عفوا دلتا يقسم سي. شو صار عندي؟ لأنه دلتا يقسم بي بي سي، يقسم بي بي سي. إذا أنا عندي دلتا يقسم بي بي سي بالأساس. طيب ودلتا وبي أوليا فيما بينهما، معناتها حسب مبرهنة جاوس اللي احنا شفناها من شوي، صار دلتا يقسم سي لأنه الـ A والـ B أولياً. بهالحالة صار عندي دلتا يقسم A ودلتا يقسم C، معناتها هو قاسم مشترك لكل من A و C، والقاسم المشترك الأكبر للعددين A و C هو D، معناتها صار الدلتا أكيد أصغر منه. تحصلت على هالمعادلة الأولى، هي واحد وهي اثنين، بمقارنتهم بحصل على إنه العددين متساويين، أي أن القاسم المشترك الأكبر للعددين A وجداء B و C هو نفسه العدد القاسم المشترك الأكبر للعددين A و C، بشرط أن يكونوا A و B أوليان فيما بينهما. إذا بدي استخدمت هون، شايفين استخدمت هون الفرض أنه دلتا هو القاسم المشترك لهالعددين، معناته دلتا يقسم B ب C، واستخدمت مبرهنة جاوس بأكد عليها أنه أنا عندي الدلتا، شايفين طلع معي الدلتا والبي أوليان، طلع معي النتيجة الدلتا والبي أوليان، معناتها لا يمكن يكون الدلتا يقسم البي، فهو أكيد بيقسم السي لأنه بيقسم الجداء حسب مبرهنة جاوس، حسب مبرهنة جاوس. هلا خلونا نشوف هذا التمرين. برهن أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 15n مربع و 8n زائد 6 مع العدد 30n مربع و 21n زائد 13 يساوي للواحد. تمام. شو بساوي؟ بيجي القسم 30n مربع زائد 21n زائد 13 على 15 n مربع زائد 8 n زائد 6. عفوا بقسم على بيطلع النتيجة معي، شو بيطلع؟ بيطلع معي 2. النتيجة هي عبارة عن 2 والباقي 5 n زائد 1، لما بطرح بضرب هاد بهاد وبطرحه من هاد بيبقى عندي 5 n زائد 1. تمام. تجي المقسوم عليه هو 15 n مربع، هذا r1 هذا r2، عم تطبق خوارزمية تقليدس، قسم r2 على r3، شايفين؟ شو النتيجة؟ النتيجة هي بتقسم 15n مربع زائد 8n، كبر شوي هون تشوف كيف، 15n مربع زائد 8n زائد 6 بقسمها على 5n زائد 1، نتيجة 3n 15n مربع زائد 3n، اطرحهم من بعض هو 5n زائد 6 الباقي. إذا هذا R4، إذا هون R3 وهي R4، قسم R3 على R4، تمام؟ بهالشكل النتيجة هي 1 والباقي 5. قسم 5N زائد 1 على 5، النتيجة هي N والباقي شو؟ 1. إذا أنا عندي باقي القسمة أو القاسم المشترك الأكبر لها العددين هو عبارة عن واحد. نستخدم الخاصة اللي بتقول إنه القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B يساوي للقاسم المشترك الأكبر للعدد A مع باقي قسمة مين؟ B على A.
إذا استخدم برضه الكرر أكثر من مرة حتى أوصل للنتيجة اللي بتعطيني القاسم المشترك الأكبر لهالعددين هو 1. بستخدم خوارزمية إقليدس في إيجاد العواقل. الآن حل في زد مربع المعادلة التالية اسمها إيه بيزو. تمام، رح نشوف إنه هالعددين هذول هن العددين أوليين فيما بينهما 95 و 71. طيب أنا ما عندي هون واحد، شوف قوي حل هالمعادلة هاي. حل 95 يو زائد 71 في بتساوي 1. بعد ما تطلع اليو والفي بضرب الأطراف في 46 وبحصل على اليو والفي الجديدة. تمام، خلينا نشوف. نحن هون حطينا هالجدول، هذا هو الجدول. إذا عندي أنا الكي مثلا، حطيت أمثال اليو هي الكبيرة وأمثال الفي هي الصغيرة، ولذلك بحط يو 1 1 ويو 2 0. أو بلشنا هون من الواحد، فينا نبلش 1 2، فينا نبلش 1 2 3 4 5، ما بتفرق نفس الشيء. إذا عندي أنا الباقي الأول 95، الباقي الثاني 71. قسم 95 على 71 النتيجة 1 والباقي 24. هاد R، إذا هاد R 0 R 1 R 2. بعدين قسم 71 على 24 النتيجة 2 والباقي 23. قسم 24 على 23 النتيجة 1 والباقي 1. إذا القاسم المشترك الأكبر لهالعددين هو 1 وهما أوليان فيما بينهما. بتطلع اليو كي والفي كي. إذا بما أنه اليو هي أمثال العدد الكبير فبحط 1 0 و0 1. طلع يو 2، يو 2 هي عبارة عن يو 0 ناقص كيو 1 بي 1. تمام، يو 0 من هي 1 ناقص كيو 1 بالصفر بتساوي للواحد، إذا 1. في 2، في 2 هي في 0 ناقص كيو 2 بيو 2. تمام، كيو 2 من هي كيو 1 عفوا كيو 1 بيو 1. كيو 1 هي 1 في 1 1 ناقص 1. وبكرر حتى اوصل على عمود على صفر الواحد، بيطلع معي انه اليو والفي بيحققوا هي المعادلة 3 وناقص 4، بضربهم ب 46 بحصل على الاكس والواي بيحققوا هي المعادلة. إذا الاكس هي عبارة عن 3 ضرب 46، وواي هي عبارة عن ناقص 4 ضرب 46. هلا بدنا نحكي عن الحقول. عندي زد بي حلقة تامة، بعرف شو يعني حلقة تامة. هاي زد بي تذكروا هي، أو زد ان كنا نقول هي حلقة خارج القسمة، هي مجموعة صفوف التكافؤ 0 1 حتى ان ناقص 1. هي عم بيقول لي حلقة تامة يعني لا تحوي قواسم الصفر. يعني إذا كان عندي جداء صفي تكافؤ هو عبارة عن الصفر، فأكيد واحد منهم هو صف تكافؤ الصفر. هي معناتها حلقة تامة، يؤدي إما K تساوي لصف تكافؤ الصفر، أو يعني هالحالة إما K تساوي لN من مضاعفات الN، تساوي لN بكيو مثلا أو بكي فتحة أو بكي واحد، أو كي فتحة بتساوي لN بكي اثنين، يعني واحد منهم هو صف تكافؤ الصفر. استنتج أن زد بي حقل. لما نستنتج أن زد بي حقل يعني هي حلقة، الحلقة التامة كل عنصر فيها هو قابل للقلب، يعني له مقلوب. تمام، أنا عندي I بي جي بيساوي للصفر. تمام، معناتها I بي جي بيساوي شو؟ هو من مضاعفات البي كي بي، وبي أولي. فحسب مبرهنة جاوس، حسب مبرهنة جاوس البي يقسم إما I أو بي يقسم جي، يقسم واحد منهم. طيب
يعني يا الاي من مضاعفات هذا اللي حكيته هو من مضاعفات البي، او الجي من مضاعفات البي. معناتها اي بهالحاله اي بيساوي يا اما هاد صف تكافؤ الصفر او الجي صف تكافؤ الصفر، هذا اللي حكيته من شوي. اذا زد بي حقل، ليش؟ لانه اذا كان عندي اي جي بيساوي عفوا اي هو برمز له انا اي جي هو صف تكافؤ الاي اي وهو ينتمي لزد بي صف تكافؤ. تمام. اذا كان اكس ينتمي لزد بي ولا يساوي صفر، فبيصير عندي انا اكس بي اي اي ناقص اي جي لا يساوي صفر، لانه اي لا تساوي جي. طيب شو معناها؟ صار عندي اكس ب اي اي لا يساوي اكس ب اي جي. تمام. اوكي، وانا عندي بهالحاله اكس اي من هو طبعا اكس اي هو عباره عن كل العناصر اكس بي اي، شايفين؟ حيث اي تنتمي للواحد للبي، بتساوي لاي جي بهالحاله. انه انا فيني الاقي اكس اي، اكس اي بتساوي لاي جي، اكس اي عفوا بتساوي لاي اي، حيث اي كمان من واحد حتى بي ناقص واحد. اذا انا وصلت هون انه اكس اي لا يساوي x بأي جي، طبعا من اجل كل اي مختلفه عن الجي. معناتها بهالحاله هدول هالعنصرين اذا اخذت العناصر اللي جوا، يعني هالعددين اللي بيمثلون x بأي اي، اكيد لا يساوي العدد x بأي جي. يعني انا فيني الاقي، عنصر من يعني عنصر اي اي بحيث صف التكافؤ المقابل له اي اي هو اذا ضربته باكس فيني الاقي هالاكس، شايفين؟ او هالاي اي اللي اذا ضربته بالاكس بحصل على صف تكافؤ الواحد. تمام. اي ان بهالحاله هي مين صار عندي اي اي هو عباره عن مقلوب صف تكافؤ الاكس بالنسبه لعمليه الجداء. ليش انا استفدت من انه هالحلقه هي حلقه تامه لا تحوي قواسم للصفر؟ إذا أنا إذا لقيت إنه جداء صفي تكافؤ ما بيساوي الصفر، هاد إكس بفرق اثنين، معناتها صف التكافؤ اللي هو إكس بهالشكل هاد بآي لا يساوي صف تكافؤ إكس بأي جي. تمام. يعني مجموعة العناصر اللي هون، أنا إذا أخذت هالإكس آي هي بهالشكل، شايفينها؟ طبعاً الآي عم بتروح من واحد لبي ناقص واحد، لا تساوي إكس بأي جي. يعني بهالحالة هالعنصر اكس اي ماله من هون، شايفين؟ ماله من هذا الصف. اذا انا بهالحالة فيني اقول انه اكس اي، برمز لا لاي اي بتساوي واحد منهم. معناتها هالاكس اي صار هو احد صفوف التكافؤ، شايفين؟ هو احد صفوف التكافؤ. قد يوجد، قد يكون اكس بيساوي بأي اي يساوي لصف تكافؤ الواحد، لأنه صار هو أحد صفوف التكافؤ، وبالتالي صار عندي هالعنصران متناظران بالنسبة لعملية الضرب، أي أن مقلوب إكس هو عبارة عن أي اي. شايفين؟ لأنه هون بما إنه هدول الصفين، برجع بأكد، بما إنه هدول الصفين بجوز تكون غير مفهوم هالانتقال، أنا كاتبته بس بجوز ما يكون مفهوم، عم عيده بوضوح. إذا كان صف تكافؤ الـ x بصف تكافؤ الـ AI لا يساوي صف تكافؤ الـ x بصف تكافؤ الـ AG، معناتها هذا العنصر x بـ AG لا ينتمي، أو هذا لا ينتمي كل واحد منهم لم ينتمي لصف تكافؤ الثاني. معناتها صار هذا العنصر، هذا الصف التكافؤ XI AI هو صف تكافؤ. ومنين بينتمي؟ بينتمي لواحد من الصفوف هي، بينتمي لواحد منهم، هو ينتمي لمجموعة صفوف التكافؤ صفر، واحد، اثنين، حتى بي ناقص واحد. معناتها فيني لاقي اكس، اللي تعطيني،
فيني لاقي عدد اللي يعطيني انه هال x دي اي يساوي واحد، ربما يساوي واحد، بما اني او يكون صفر او يكون اثنين. بالنتيجة انا بقدر لاقي صفي تكافؤ شو بدهم يكونوا، انه انا شو ما اخذت اي اي فيني لاقي له عنصر اكس اذا ضربته يعطيني الواحد، وبالتالي لكل صف تكافؤ فيني لاقي له المقلوب تبعه، وبالتالي هذه الحلقة الثانية اصبحت حقلا. طولت فيه بعرف، بس بجوز الانتقالات ما انا واضحة لكم، فقلت لما بتسمعوه مشروح بتفهموا شو اشتغلنا. اوكي، هلا مثل ما قلت لكم وعدتكم رح ارجع على التمرين اللي بحكيه بدون يعني التمرين اللي وقفنا عنده شوي، حتى عفوا صار انقطاع، فانا كنت عم اقول انه رح ارجع عيد التمرين اللي وقفنا عنده شوي مشان تفهموه اكثر، لانه انا وقتها اخطات بقراءه النص فاعتمدت فرضيات غير الفرضيات المحطوطه. إذا التمرين كان هو هون، إذا عندي مجموعة أعداد طبيعية A1 A2 AN، ما بعرف إذا هي أولية أو لا، بس بعرف إنه P هو العدد أولي، بس P هي تنتمي لـ N، قد تكون أولية وقد تكون لا. عم بيقول لي فرضيات المسألة، عم بيقول لي P يقسم جداء هالأعداد، يقسم A1 ضرب A2 حتى AN، إذا جداءهم. فعم بيقول لي إذا هو يقسم هالجداء فهو يقسم أحد هذه الأعداد على الأقل، قد يقسم واحد وقد يقسم أكثر من واحد. تمام. إذا أنا بدي أستخدم فرضية إثبات التدريج، التمرين أبدا ما نصعب، ولكن أنا مثل ما قلت لكم أخطأت بالقراءة، فذكرت إنه هالأعداد A1 A2 حتى AN كانت أولية وكنت عم حل شيء ثاني، فبرجع بركز التمرين. هلا نحن هون عم نقول إنه في عدد أولي. هلا باخذ الإثبات بالتدريج، إذا كان حالة A1 إن تساوي واحد معناتها P يقسم العدد A1 والفرضية صحيحة، لأنه هو يقسم الجداء، أصلا ما عندي كالجداء غير A1 فهو يقسم A1، إذا القضية صحيحة. الآن نفترض أن القضية صحيحة من أجل N ونسبة صحتها من أجل N زائد واحد، يعني أنا عندي فرضية التدريج، فرض التدريج أو فرض الاستقراء مثل ما بتحبوا، هو عبارة عن P يقسم A1 ضرب A2 ضرب AN. شايفين عم نستخدم كل المفاهيم اللي تعلمناها من أول حصة حتى آخر حصة. طيب P يقسم A1 AN، هي فرض الاستقراء. بدي أثبت طلب الاستقراء شو هو؟ هو عبارة عن إنه P يقسم جداء الأعداد A1 بA2 لـ AN زائد 1، هاد إذا هاد كمان تضيفه لهون، والطلب الاستقراء شو بيكون؟ انه بي يقسم اي كي كي عم بتروح من واحد حتى ان زائد واحد. اذا فرض التدريج هو عباره عن انه بي، اذا كان بي يقسم اي واحد باي اثنين باي ان، فانه يقسم احد هذه الاعداد على الاقل، بالاضافه لانه هلا بدي افرض انه بي يقسم جداء الاعداد من اي واحد اي اثنين حتى اي ان زائد، وبدي استنتج انه هو يقسم احد هذه الاعداد الان لعددها ان زائد واحد، اعتمادا على فرضية التدريج. هلا حسب ما بعرف انا، انه انا اذا كان عندي بي هو عدد اولي يقسم عددين، فهو اما يقسم باعتبار انه اي واحد اي اثنين لاي ان هو عبارة عن عدد، واي ان زائد واحد هو عبارة عن عدد ثاني. إذا البي يقسم جداء عددين، هو إما يقسم AN زائد واحد وبالتالي يتم المطلوب تكون قضية صحيحة، أو بي يقسم A1 بA2 بAN زائد واحد، يعني بيكون بي افترضوا إنه لا يقسم AN زائد واحد. إذا ما بيقسم AN زائد واحد معناتها هو أولي معه، فحسب مبرهنة جاوس بيكون هو بيقسم A1 A2 لAN زائد واحد. تمام. اذا هو اذا ما بيقسم العدد الاولي، ليش انا عم بقول انه بيقسم A1 A2 AN زائد 1؟ لانه اذا ما بيقسم AN زائد 1، هلا اذا كان بيقسم AN زائد 1 القضيه صحيحه، اذا ما بيقسمه هو اولي معناته صاروا اوليين، لانه ما في قواسم مشتركه بيناتهم غير الواحد. شايفين؟ لانه قواسم البي، قواسم البي هي فقط واحد وبي. تمام. طيب إذا P لا يقسم AN زائد واحد، معناته أكيد القاسم المشترك الأكبر مع الـ AN هو الواحد. تمام. فحسب مبرهنة جاوس، إذا صار مين يقسم؟ إذا B
هالفرض هذا بوصل لوين؟ حسب جاوس انه بي يقسم الجذع A1 A2 بAn زائد 1. وبما ان القضية صحيحة من اجل يقسم AN عفوا حتى AN، وبما ان القضية صحيحة من اجل N، فانه يقسم مين؟ يقسم احد هذه الاعداد. هناك مصاغة بشكل واضح. اذا فرض التدريج هو انه عندي انا يقسم الاعداد A1 بA2 بAn زائد 1، واكثر من هيك نفترضه انه هو بيقسم جذاء الاعداد من 1 حتى n. اذا كان يقسم جذاء الاعداد من 1 على n فانه يقسم احدها. هلا بنميز حالتين، بي يقسم an زائد 1 بتكون القضيه صحيحه، اذا كان لا يقسم فصار اوليين طبق مبرهنه جاوس معناتها هو يقسم الجذاء A1 حتى an، وهات فرض التدريج بما انه يقسم هالجذاء فيقسم احد هذه الاعداد وتصبح القضيه صحيحه من اجل اي عدد طبيعي n ايا يكن n اكبر او يساوي 1. وبرجع بذكر انه انتبهوا اذا ما كانوا الاعداد هي المبرهنه هي الخاصه اللي حطيناها هون، اذا ما كان a و b اوليين فما فيني، اذا هدول اذا ما كانوا، اذا كان a يقسم n و b يقسم n فان n يقسم a ب b. هي بدنا ننتبه عليها منيح منيح على المبرهنه، انه نحن بدنا ننتبه لازم يكون ال a وال b كمان هم اوليين هون. هي بتظبط بحاله a و b اوليين او مانن اوليين، بس ال b يقسم n عفوا b يقسم n وال a يقسم n فان a ب b يقسم ال n لأنه هن أوليين. إذا A يقسم N و B يقسم N فإن AB يقسم N، بس بشرط أن يكون هن عددين أوليين. إذا مثل ما قلنا لازم ننتبه على الحالات الخاصة، رح نحل مثال أخير على قابلية القسمة. مثلا احسب باقي قسمة العدد 26256 على العدد 13. فأنا 26256 بقدر أكتبه بهالشكل، هو 26260 زائد 5. فإذا أنا عندي هون فيني أكتبه هو 13 ب 2020، شايفين؟ إذا هون 2020 زائد 5، إذا بهالحالة 26256 ناقص 5 هو من مضاعفات العدد 13، وبالتالي هذا العدد يقايس العدد 5، إذا باقي قسمته على 13 هو عبارة عن 5. فينا نطبق هالأعداد على أعداد تانية. فمثلا عندي العدد ب يساوي ل 130، هلا بصير عندي قوة 130256 للقوة 435 على 13، فيني أيضا أكتبه هو عبارة عن 130256 ناقص 5 بيساوي ل 130260 وهو عدد يقبل القسمة على 13. هو بيساوي ل 13 ضرب 0 هون 2 0 0 1 بهالشكل، إذا 10020. فإذا أنا عندي هذا العدد 130256 يقايس الخمسة وفق 13، معناتها هذا العدد مرفوع للقوة 263 يقايس مين؟ يقايس ال 15، الخمسة قوة 263. يستخدم صفحة بيضاء. تمام. هلا بدي ادور على هذا العدد شو يكافئ. دور على عدد يكافئ الواحد او الناقص واحد وحول اللي هون لقوة زوجية مثلا.
شوفوا هذا العدد، أنا عندي 25، 25 يقايس ناقص 1 بالنسبة ل 13، لأنه 25 ناقص ناقص 1 بصير 26 بالنسبة ل 13 نحن عم نحكي هون. فهذا كيف فيني أكتبه؟ فيني أكتبه لخمسة، تمام بهالشكل، للتربيع 5 ب 5 للتربيع، إذا شلت هون 5 بيبقى 262، 5 للقوة 3، القوة 3 بيبقى 260، بقسمها على 2 بتصير 130. تمام. 5 للتكعيب هو عبارة عن 75، تمام، مضروبة ب 25 ناقص 1 يقايس ناقص 1 بحط محلها ناقص 1، القوة 130 واحد. إذا صار هالعدد هذا اللي أنا بسميه بي، صار بي يقايس 75 وفق 13. طيب 75 وفق 13 مين هي؟ إذا بتقايس مين؟ مين بتقايس 75 وفق 13؟ 75 تقايس 10 وفق 13. ليش؟ ليش؟ لأنه 75، 75 ناقص 10 بتساوي ل 65. إذا قسمت 65 على 13، إذا 65 على 13 هي 5، 5 ب 3 15، والباقي 1 برفعه، إذا النتيجة 0. فإذا 75 يقايس 10 وفق 13، إذا باقي قسمة العدد ب، هذا العدد شايفينه هذا العدد كله باقي قسمته على 13 يساوي ل 10. نكتفي بهذا القدر من التمارين، وهيك نكون احنا انهينا الجلسات. اعزائي الطلاب انهينا الجلسات النظريه، اتمنى ان اكون وفقت في التسجيل وان لا يكون هناك اخطاء لانني لم استطع سماع كل الجلسات. اذا كان هناك اي خطا او اي قطع او اي تشويش ارجو اعلامي لكي اعيد الجلسه التي تم فيها خطا ما. وإذا كان هناك أي فكرة غير واضحة، أنتم ستستمعون إلى الجلسات، سأنتظركم خلال الفصل خلال الجلسات المتزامنة، كل جلسة تسألون بها عن المفاهيم التي لم تفهموها، نعيدها ونطبق أمثلة. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق في دراستكم.